خير على كل مشاهدينا. يعني خلوني أبدأ وأستسمح حضراتكم في البداية إن إحنا كلنا نعزي نفسنا، وبكل الحزن والأسى بنعزي نفسنا وبنعزي إخواتنا الفلسطينيين وبنعزي العالم العربي كله في ضحايا قصف مستشفى المعمداني. طبعا امبارح عشنا ليلة رهيبة ويمكن ما بيسلكش صدورنا كمواطنين. يعني يمكن انا مثلا ما بقدمش برامج سياسيه، ما يعني ماليش سي في الاحوال السياسيه، لكن لما بشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطلع وبيقول بيان وبيتكلم بلساننا احنا كمصريين وكوطن عربي، وبيشجب كل الاحداث اللي بتحصل وبيعبر عن احاسيسنا كمصريين بالرفض لكل اللي بيحصل على الجبهه الفلسطينية وبيحصل لإخواتنا الفلسطينيين من مذابح وهجوم شرس من إسرائيل، يمكن ده بيثلج صدورنا شوية. ربنا يلطف بإخواتنا الفلسطينيين وينجيهم ويلطف بقلوبنا اللي حقيقي موجوعة على كل الضحايا من الأطفال والنساء والمسعفين زي ما شفنا، والأطقم الطبية وكل الأحداث الحزينة اللي شفناها امبارح وعشنا ليلة سوداء بحق. طبعا الرئيس النهاردة أعلن الحداد لمدة 3 أيام، وكلنا كعرب الحقيقة إحنا عايشين في حالة حداد بالفعل من بداية الأحداث دي، وإحنا كلنا كعرب موجوعين بسببها، وبنأكد كل لحظة إن عروبتنا وقضيتنا هي قضية واحدة وفلسطين في قلوبنا كلنا ودعواتنا كلنا طول الوقت. ما بنبقاش عارفين نعبر عن أحاسيسنا. معانا دلوقتي الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف. اسمحوا لي الأول أرحب بالشيخ إبراهيم. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذتي العزيزة، تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام في كل مكان. يعني شيخ إبراهيم، نعمل ايه؟ نعبر عن احاسيسنا دي ازاي؟ دايما احنا بنقول كمسلمين وكمسيحيين كمان بنتوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء. في الظروف دي الناس بتعمل ايه؟ ازاي تتقرب لربنا اكتر؟ ازاي تدعي اكتر؟ ازاي دعوتهم توصل لربنا سبحانه وتعالى اسرع؟ الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. الله تبارك وتعالى أنزل قرآنا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في هذه اللحظات العصيبة التي تمر على الأمة العربية والإسلامية، لأن البيت الفلسطيني هو بيت لكل عربي ولكل مصري ولكل سعودي ولكل كويتي، يجب أن ندرك أن خط الدفاع الأول عن الأمة غزة، وستظل غزة رمز للعزة وللكرامة. أولا علينا أن ندرك أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا ونحن ندافع عن الأرض والعرض أننا سيسقط منا الشهداء وسيموت منا الأبرياء، فقال الله لأمة النبي محمد: إن تكونوا تألمون، يعني لو بتشعروا بالوجع اللي انتوا حاسينه دلوقتي، فإنهم بفعل المقاومة يألمون كما تألمون. طب يعني كده واحدة في واحدة يا رب؟ لا، قال الله: وترجون من الله ما لا يرجون. فعلينا أن ندرك أن شهداء هذه الأمة في الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، ومن أوفى بعهده من الله. شوف يا أستاذة، ربنا يقول لك إيه؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أرض الرباط، الشعب المصري الأبي عرف في شريعة الإسلام بأنهم جميعا خير أجناد الأرض، ولذا علينا دائما أن نكون على قلب رجل واحد خلف القائد الملهم الذي قيده الله تبارك وتعالى ليس لمصر وحدها بل للعرب أجمع،
لم نجد رمز للكرامة ولا للعزة كما سمعنا منذ قليل في المؤتمر الصحفي للرئيس القائد عبد الفتاح السيسي وهو يعلنها من أرض مصر واضحة لا تحتمل اللبس. لن نسمح بالتهجير ولن نسمح أبدا بأن نركع لغير الله سبحانه وتعالى، وسنظل ندعم القضية الفلسطينية لأنها أرض لشعب تحمل ما لا يقوى على تحمله بشر، صبر واحتسب ودفع الكثير من الدماء. أي جرم من هذا الذي نراه على تلك الأراضي من حرق وقتل وإبادة جماعية للأطفال وللنساء وللشيوخ؟ إذا كنت عايزين شيخ إبراهيم نقول دعاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب العزة وأن يكتب النصرة وأن يجعل هؤلاء الأبرياء الأنقياء في مصاف الشهداء ممن انتقلوا، وأن يثبت هؤلاء القادة المجاهدين المدافعين عن الأرض والعرض. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الكتاب والإيمان توفنا، وأنت راض عنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك بسؤال رسول الله، نسألك أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما يا رب العالمين. اللهم يا كاشف الغمة ارفع الغمة، اكشف الغمة عن هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنب وطننا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنة سخاء رخاء وسائر البلاد والعباد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة على أعدائك وأعدائنا إلى يوم الدين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، بيثلج